هاي للوشتي. هاي. يلا جاهزة؟ صراحة أنا فكر نلغي الموعد. شو ها بتلغي الموعد؟ لا ما بتلغي، لغيت كل مواعيدي مشان هذا الموعد. والله أحس ما لها داعي سموحة، خلينا نلغي، يعني شو في هذا طلع بخيل؟ هذا مو بخيل، هذا أكثر من بخيل لك، هذا واحد مريض بالبخل. يعني منو بيقرر هذا الشيء؟ أنا اللي بقرر، أنا السميحة. يلا. يا الله والله ما بعرف. حاجة يلا. نانا؟ بس يعني عذرا للمقاطعة. نعم. نحن شو جابنا لهون؟ شو السؤال هيدا ميديا؟ معقول يعني انت بدك تصيري اهم شيف طبخ؟ ايه طبعا. ايه طيب، ليك مثلا لازم تعرفي هيدا البقدونس شو الفرق بين هيدا وبين هيدا. هيدا البقدونس ورقته جدا ناعمه وصغيره، خرج ينحط هيك يعني منظر. مثل بتحطيه على اللبنه مثلا. اوكي. بينما هيدا اللي ورقته كبيره خرجت قصيه بتستعمليه بالطبخ بيعطي طعمه جدا جدا حلوه. اوكي. ايه. يعني كل شغله بتفرق يعني، عرفتي؟ وكل شغله لها طعمتها. اوكي. مثلا ليكي هون. تمام. ليك هيدي البازيلا شفتيها؟ ايه شفتها. شفتك شو حلوه هيدي، ليك منظرها. هيدي بازيلا عريضه يعني كبيره. بينما هيدي بازيلا رفيعه وصغيره. بالله شو؟ ايه بس على علمي يعني نانا هي مو بازيلا، هذا حد. خليني ذوقها. لك ايه بعرف، شفت ما الله ضربه عملتها فيك. يلا تعال. هذا هو المطعم، مطعم بيطير العقل. ولا الاكل تبعه بدك تدوق السلطات. طيبين السلطات يا ماما؟ شو طيبين. يا سلام شو بحب السلطات. يلا دقيقه وراجع لكم بس لشوف طارق. الله معك، مع السلامه. لك شو قصتك رفيقتي؟ بدها مؤاخذه، ان شاء الله بدها تتغدى معنا. ما تفهميني غلط بس انا مالي حسب حسابي. يعني انا صراحه ما عزمتها بس ما عرف. بتكون صلبجيه ومالك عرفاني انا بكره. مو معقول انتم، مو معقول حسكم شو حلو. لقيت طاولة وحدة بنص المحل اطلالت على الطاولة حلوة خرافية. يلا تعال. يلا. كريم. رد. رد انت يا نور، الله يكرمك. الله التها قلبي. الفود اللي فات جاب الارتكارية. ردي. الو نور، معك كيف بقدر ساعدك؟ الو حسام. أنا عم بدق لقلك إني فشلت هون بكل شيء. حبيبي لا تقول هيك. بلا حياتي فشلت وكترت كمان. كنت مفكر إنه حقدر أوصل هون أو إنه رح أقدر أعمل شيء أو صير شيء شغلة عظيمة. بس أنت فعلا مطرب مهم وشغلة كتير عظيمة. لا حبيبي لا، ما بدنا نضحك على بعض، أنا مش هيك. الفن بده مصاري وأنا ما معي مصاري، لهيك بعمري ما رح أقدر أوصل. مية مية، الراجل ده بيقول كلام مية مية. شفت كريم شو عم بيقول؟ حبيبي كريم مو قصده. بدي اقول لك شغله، نحن مو ذمنا اذا الدنيا عكستنا. انت فنان صوتك بجنن وبياخذ العقل، وموهبتك حتثبت لك هالشيء. شو نفع الموهبه اذا ما في مصاري؟ مية مية، الراجل ده بيقول كلام مية مية. نور انا اسف حبيبتي. اسف؟ اسف على شو؟ انا اسف لأن خزلتك. أنا هون ما رح يقدر يمشي حالي، لهيك أنا عم بحكيك من المطار. مطار؟ حسام أنت شو عم بتقول؟ طيارتي بعد نص ساعة. سامحيني بليز، سامحيني. ألو نور حياتي عن جد سامحيني، خليني أقدر فل ولنه شوية ضميري مرتاح. ما ظنش يا حس. ألو أقول للعظيم